وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. فكيف ما عودتكم دائما مع البساطة، غادي نحضروا كيك جد رائع في متناول الجميع، أي واحد يقدر يوجد هذا الكيك اللي كيجي أكثر من رائع. فكنتمنى صديقتي الغاليات أنكم تكملوا معي الفيديو للآخر، إلى عجبكم فما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم إيجابية، ومن البارتاج باش يتعرفوا الناس أكثر على القناة. فغادي نبدأ على بركة الله المكونات ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. فبالنسبة للمكونات غادي نحتاج، قسمتهم على جوج مكونات الحشوة، مكونات ديال العجين الكيك كنحتاج 3 ديال بياض البيض، جوج كؤوس ديال الكوك، ونصف كأس ديال السكر كلاصي. فأنا هنا حطيت غير كأس ديال الكوك، ومن بعد غادي نضيفو الكأس الثاني ديال الكوك. بالنسبة للعجين كنحتاجو جوج كؤوس ديال الدقيق الأبيض الفرص، كأس لارب ديال الزيت، كأس لارب ديال السكر سنيدة، كأس ديال الحليب، دائما معيار ديال كأس العنبة، 4 ديال البيضات، إلا كانوا صغار ديرو 4، إلا كانوا كبار كنستعملو 3 ديال البيضات. فهنا خديت غير بيضة كاملة، وثلاثة ديال البيضات خديت غير الصفار ديالهم، واحتفظت بالبيض. بالنسبة للحشوة خديت البيض ديال هاد البيضات اللي استعملت في العجين ديال الكيك، كنحتاج 3 ديال الكاكاو المر، 3 المعلقات، جوج ديال ساشيات ديال الخميرة ديال الحلويات، وواحد ساشية ديال الفاني. فغادي نبداو بالنسبة للحشوة، كناخد داك 3 ديال البياض ديال البيض اللي خديت من داك البيض اللي غنستعمل في الكيك، غادي نطربو حتى يرجع بيض. كما كتلاحظوا كيطلع على شكل ثلج، على هذا الشكل كما كتلاحظوا كيتقال. غادي نضيف عليه داك الكوك وداك نصف كأس ديال السكر كلاصي. فبالنسبة للكوك غادي نضيف غير الكأس الأول حتى تندخلو، والكأس الثاني غادي نبقى نضيفو بالتدريج، فعلى حسب الحجم ديال البياض البيض مشحال خرج لينا غادي نبقاو نضيفو الكوك حتى تنحصلو على واحد الحشوة اللي كتصلح أننا نشكلوها. فأنا هنا ضفت نصف كأس ديال السكر كلاصي، غادي نبقى ندخلو. فأنا هنا عندي سكر كلاصي شوية مجموع، غادي نحاول أنني نحلو في نفس الوقت نبقى ندخلو مع داك البياض ديال البيض وداك الكوك. فكما قلت لكم انا هنا استعملت 4 ديال البيضات في المجموع ديال ما بين الحشو والكيك، لان البيض عندي صغير بزاف، فإلا كان عندكم البيض كبير فاستعملوا 3 ديال البيضات. كناخذوا جوج ديال الصفار بياض البيض اللي كنطلعوه على هذا الشكل، وبالنسبه للكيك كنستعملوا بيضه كامله وجوج ديال الصفار ديال البيض. فكنتمنى انني نكون وصلت لكم. فكما كتلاحظوا كنبقى نضيف الكاس الثاني بالتدريج حتى تنحصل على واحد الحشوه اللي صالحه انني نشكلها على هذا الشكل كما كتلاحظوا. فمن بعد غادي نبقى نشكلهم على هذا الشكل كما كتلاحظوا، وغادي نحطهم في الثلاجه على ما نوجد العجين ديال الكيك ديالي. طريقة جد سهلة ومبسطة، كنحصلوا على واحد الكيك اللي كتجي لذيذة لذيذة بزاف. دابا غادي نخليهم في الثلاجة وغادي ندوز نوجد العجين ديال الكيك. فكما قلت لكم بيضة كاملة وثلاثة ديال الصفار ديال البيض، لأن البيض عندي صغير استعملت 4 ديال البيضات. كنزيد كأس لارب ديال السكر سنيدة، كأس لارب ديال الزيت، واحد ساشية ديال الفاني، وكأس ديال الحليب، دائما نفس المعيار باش كنعبرو. وكنبقى كنضيف داك جوج كؤوس ديال العنبة ديال الدقيق بالتدريج، وكنضيف عليهم جوج ديال الخمارات، كل خمارة من فئة 7 غرام. وغادي نضيف ايضا 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، وكنخلط الخليط. وضروري اننا نضيفو ديك القبيصة ديال الملح، ما ذكرتهاش معكم في الاول، فكنضيفها ونبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى تنحصل على واحد الخليط كما تلاحظوا معايا القوام ديالو كيكون واحد شويه ثقيل، ماشي ثقيل بزاف وانما ثقيل واحد شويه. فجوج ديال الكؤوس،
فتكون هذا هو القوام ديال العجين. كنجيب المول اللي كنكون دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق وكنفرغ نصف الكميه، وكنحتفظ بالنصف الكميه الاخرى ديال العجين ديال الكيك. كنحاول انني نعاول ان العجين يتوزع بشكل اللي متساوي، وكنجيب دوك الكويرات نتاع الكوك او الحرابل الصغار ديال الكوك وكنستفهم حدا بعضياتهم على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. كنحاول انني نزير بيناتهم باش في كل قطعه قطعناها كنلقاو الكوك في الوسط. بعد ما قديتهم على هذا الشكل كنجيب نصف الكميه ديال العجين وكنوزعها من فوق هاد الكويرات وكنغطيهم بشكل جيد باش كتجيني هاد الكيكه ديالي متقاده ومغطيه كلها. فكما لاحظتوا معايا في الاول ديال الفيديو فراه كيجي داك الكوك في الوسط وكتجي العجينه مقاده. دابا كندخل الكيك ديالي الفرن اللي كيكون مسخن من قبل وكنخفض درجه الحراره 180 حتى تطيب ليا الكيكه مزيان. تتاخد تقريبا 30 دقيقه في الفرن. نتلاقاو. فتيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما كيخرج من الفران. فكتسقيوه اما بصوص ديال الشوكولا او كديرو كما درت انا، دهنته غير بالشوكولا الخاص بالدهن. فبالنسبه لكم الا كان متوفر لكم الشوكولا قطع فيمكن لكم تذوبوا 10 ديال القطع ديال الشوكولا مع نصف كاس ديال الحليب وتسقيو به هذا الكيك ديالنا على هذا الشكل. كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى صديقتي انكم تجربوها، غادي تعجبكم ان شاء الله. فكما قلت لكم يمكن لكم تسقيوها بصوص ديال الشوكولا كتجي اكثر من رائعه. فانا ما توفرش عندي القطع ديال الشوكولا فعوضتها بالشوكولا الخاصه بالدهن وكنزين هكا بالكوك في الاطراف ديال الكيك. فالزين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، كتزينوها باي طريقه نتوما كتفضلوا. من بعد كنجيب المربى نتاع الفريز وكنحطو على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. طريقه جد سهله ومبسطه. فدائما كنبغي نقدم معكم الامور اللي هي بسيطه وسهله واي واحد يقدر انه يديرها في داره. فكنتمنى ان الفكره ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. فتكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي كيجي اكثر من رائع. فغادي نقسمه لكم باش كتشوفوا الشكل ديالو كي كيجي. فكنتمنى صديقتي الغاليات الى عجبكم الفيديو فدائما ما تنسونيش من اللايك ديالكم التعليق ديالكم اللي كتهمني بزاف بزاف وكتشجعني انني نزيد نعطي. وايضا كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو على مواقع التواصل الخاصه بكم هكا باش يتعرفوا الناس اكثر على القناه. وكنشكركم جزيل الشكر وبطبيعة الحال هذا فضلا منكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء. غادي نخليكم مع الصور النهائية ديال الكيك ديالنا ديال اليوم. إلى اللقاء.